السلام عليكم. النهارده جيت اغير الباب لامي، مش لاقي نجار، جبت سيد. فظبطت السيد بتاع كله اي حاجه. عبله واديله، عبله واديله. بصوا الباب، اي رجلك الباب ما فيهوش لسان. بسم الله ما شاء الله. مستشفى ظبطوا، اوريكم بفور وافتر ان شاء الله. بفور وافتر، بفور وافتر. بس هات العجله اللي ينفع الباب ده. تعالى مصطفى خد كده. مصطفى بتاع السيد بتاع كله. انت بتاع نص كله. يلا نص كله. حسب المروحه. ايوه المروحه اللي مكسر. اتفيها اتفيها. مش المروحه صح المروحه. ليه ما تطلع الباب بره؟ الله اكبر. اطلع من بره. معلش خليك كده ناشف شويه. عايز ايه طيب؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده قاعد هدي البيت يا محمد مش بيقعد. بص بقى اللي جاي كله زعاج، اللي جاي كله زعاج. تفتكر بقى الخصم ده ايه؟ هات مفكر سنة. اللي جاي ده تكسر البيت. كانت مكسوره يا مصطفى صح؟ مالهاش لازمه صح؟ هو دي كانت مكسوره. مش لازم يا زعيم. بقول لك ايه، ما تقيس الاول الباب يا سعيد. الباب كبير يا حبيبي، الباب طويل، بس احنا لازم نخلع نخلع ده. خلع ده؟ لازم رش تحت. يلا يلا لا لا استنى هنا؟ ايوه هنا. الباب بيقع من فوق. انا مشكوش قلت له انا مشكوش قلت له مكتوب بس عايز شوف ده كله نمت بس ايوه يا اخي يا اخي يا اخي يا سعيد 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 سع
بقول لك هو وشك شكلك هيوقع معايا انت طالع والله بقول لك هو وشك يا عم بس انا هناك بقى مسوي هناك عم هو خلاص صح كده هو شغال صح بس انت بتطلع اهو من تحت اهو دوق دقنا من بره دوق دقنا من بره مالك 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 خليك تخلع توبة خلي بالك بس ساي بس ساي اوبا بس ساي بس ساي بس عايز كده بس الله عايز بس اللي بتقول فوق ده طبعا طبعا بتقول بس كده بس طب طب بص انا فوق يا مصطفى فوق خالص ما فوق انت بقى هنشوف تسلم يا اسطى صعب علم اروح دي بقى لا اصبر لما تكنس عشان التراب مش تراب قوي الله يا الله يا الله لازم هي مشكلة الشكارة قديمة هنا البس ورقة غافي استنى من بره فين لا من بره فين دي بره سن ده بقى لا لا عشان بس ماشي وبعدين هنجيب الشكارة هنفضيها على الاسمنت ونحط فيه ايوه بره يا ابني لسه منظف يا ابني خلاص كده بالظبط كده بالظبط انا هنا شو بدي ادفع لهم تحت السلكتور كيف عسلك ده
بص على الكشف النجرة دي، بص على النجرة دي. بس كده اهو ايش اهو اظبطوا بقى كله عرض. ايوه كده عايزين نظبطه فاكر الباب صح. لا اصل في مصعب سيبك ضربه من بره، خليهم دلوقتي كده مصطفى امسك الحل. طب خلي منك شويه مصطفى. طلع الحلقة مش هيرفع المحوش ماسك من فوق. طلع اضرب يا ولد صباعه والباب بس كده انت بص ارفع الحلقة، لازم الحلقة يترفع. لازم الفصل الاخر ده كشف دي كويس. طيب سيب الغرام، مش هكشف الفصل هنا سايب، مش هكشف دي واحده، مش هكشف سايب اهو، مش هكشف المرحله اللي فوق ده واحده بس. اصبر بس ايه ده كده؟ حلش الحلق بره مش هينفع يقفل الخشب ده. حلق هيملخ منك هيجري. شوف نص قد ايه؟ ريح لي جنب بقى سيد، فين بقى التحويه دي؟ شايف النور ده منين؟ يلا من هناك يلا. النور راح كده؟ فين انت عملت ايه يا سيد؟ كيف العدد؟ هو ايه بلاش ليه؟ عبيل ودي لصاحب لصاحبه. بس هنا كان بس سوي كده بس ترى بس كده بس بس كده جرب كده محمد افتح زي اكتب كده بس تمام. ايه بقى نسيب ال10 من الناحيه الثانيه كده بس 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 اي ده نور عليك. ايه عليك؟ 100 100 هنا. يلا بس انا عايز اسمع بقى فوق. تمام. فوق. حلو قوي. اسمع كده. اسمع. طيب. دي خطوه من هنا. خطوه واحده دول. خطوه واحده. من فوق. من الزاويه. خطوه واحده. بس. بس كده. طيب. حد عايز يطلع من تحت بره. ايوه محمد كده. بص من تحت بره دي. شايفه؟ استنى بقى مش ده. لما بس انت عايز تبرم كده بس عايز تقفل.
بس يعني لا ينور ولا سهل ولا مهموم. تسلم ايدك يا ابو زي الفل. الله ينور عليك يا نجم. يعني جينا بس احنا ايه؟ طبعا جينا جبنا سويها يا مصطفى عادل يا مصطفى. ايه ده مصطفى؟ هتبهدل الحيطة كلها يا مصطفى. ماشي. الله ينور عليك. بره صوت يا جماعة. بسرعة. اصبر عليه شوية ينشف. خد الزيادة حطها في المجر دي. انت كده معاك سويها مع الباب. ايوه دي اسمها. دي في الزاويتين الاول يا ساده تسكت. محتاج اسمنت تاني عشان يساوي. لا هو هنا في حته داخله اهي يا سيد. اهي يا سيد الداخله لسه. لا لسه دي ورا اللي ورا الباب لسه. والله ورا بس يعني ايه؟ حلو قالك مش قاصد. انت بقى لبسك هو لبسك انت حرين مع بعضيكوا انا مر عني. لا عليك يا مس. الله عليك يا عم السيد. الله عليك يا عم السيد. هنهزر يعني؟ هنهزر؟ ما تقدرش يا سيد. يلا هنهزر. يا سيد. تقدرش. والله خلاص. هتزعل. بعد الزعل الزعل. هتزعل والله. انت هتزعل مصطفى عبقري. الله على الباب جميل قوي كده. احنا عملنا لون من الباب وظبطناه لها تنشف المحارة ونظبطه. نشوفكم على خير.